بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أهلا بكل مشاهدينا، بيسعدني أكون معكم في برنامجنا الجديد فرصة على شاشة النهار، ويا رب نقدر نخلق فرصة جديدة نغير بيها مفهومنا وطموحنا وأهدافنا في الحياة. كل يوم هو فرصة جديدة نبدأ بيها من جديد، نبدأ نراجع كل اللي فاتنا ونشوف إيه اللي ما قدرناش نحققه ونحاول من تاني نعمله. مفيش أجمل من إننا نخلق فرصة للخير جوانا، فرصة للعطاء، فرصة لحب الناس علشان نغير حياتهم للأجمل. الخير طاقة مش بس بنديها لكل اللي حوالينا، لكن كمان نور بنكتشف جوانا، وسعادة وطاقة إيجابية بنكتشفها لما ندي لنفسنا الفرصة إننا نمارسها. برنامجنا فرصة هيكون معاكم خلال الأسبوع، هيكون الفرصة الحقيقية علشان نغير ونتغير. عايز أقول لكم إن في دراسة عملتها جامعة بوستون الأمريكية قالت إن الإنسان على مدار عمره ممكن يصادف 3 أو 4 فرص ممكن تغير حياته تماما، و40% بس هم اللي بيقدروا يكونوا قادرين على استغلال الفرصة المناسبة في التوقيت المناسب، أما اللي بيقدروا يخلقوا فرصتهم بنفسهم دول لا يتجاوزوا 7%. وإحنا مش هنستنى الفرصة تجيلنا، لا إحنا معاكم ومع مؤسسات الخير هنصنع 1000 فرصة وفرصة لطريق الخير والسعادة. هنصنع أكتر من فرصة ونطبطب على قلوب ونشيل الوجع ونكون سبب في جبر خواطر أهالينا الطيبين في كل مكان. شاركنا على هاشتاج فرصة واحكي لنا فرصتك في الحياة، وممكن تكون معانا وتصنع فرصة لغيرك بحكايتك. مرة تانية برحب بيكم في أولى حلقات برنامجنا فرصة. النهاردة هيكون معانا فرصة وقصة حفرت في الصخر لحد ما الناس سمعت صوتها. الحياة بالنسبة له كانت أكون أو لا أكون. هنتكلم عن فرصة أستاذ رضا عبد السلام كبير مذيعين اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإذاعة القرآن الكريم، ولكن بعد الفصل. أهلا بيكم بعد الفصل. في البداية أنا سعيد جدا وإحنا في أولى حلقات برنامجنا فرصة نستضيف أيقونة في الأمل والعمل، قصة نجاح ورحلة صعود كبيرة وملهمة، أستاذ رضا عبد السلام، قيمة وقامة إعلامية كبيرة داخل الهيئة الوطنية للإعلام وعلى وجه التحديد إذاعة القرآن الكريم. برحب بحضرتك أستاذ رضا، ومشرفني ونورني. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أنا اللي مبسوط جدا معاكم والله. ربنا يبارك لك. تحب نبدأ الرحلة منين أستاذ رضا؟ نبدأ من الميلاد. الميلاد، احكي لنا عن المشوار الطويل من الصغر لغاية كبير مذيعين اتحاد الإذاعة والتلفزيون. اسمح لي ان انا حضرتك استاذ مصطفى اشكركم على الاستضافة اولا. ده احنا اللي بنشكر حضرتك. واسمح لي ان انا اكون يعني اعبر عن سعادتي الشديدة جدا بان انا اكون اول حلقة، علها ان شاء الله تكون امتداد لألف حلقة ان شاء يا الله. رب يا رب، وحضرتك تنورنا كده دايما ان شاء الله. واحنا بنتعلم من حضرتك. الله يخليك. ودي كانت البداية بالنسبة لنا عشان نستفيد من حضرتك ان شاء الله. ربنا يخليك، يشرفني. بالنسبة للميلاد، يعني هو في كل مرحلة من مراحل حياتي كانت في عقبة، وهذه العقبة بعد زي ما قال ربنا سبحانه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم بالله. بعد هذه العقبة تنفرج، ولا بد أن تنفرج، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرج الكروب إذا لجأت إليه. في الميلاد كان عملية صعبة جدا، وفي حالة من حالات الهم الشديد. يعني أنقذ الجميع من هذا، خصوصا أن كان قبلي أخين اثنين أسوياء تماما، فذهب إلى ربه سبحانه وتعالى وصلى ركعتين وقال: يا ربي أنت الذي خلقته وأنت الذي تسيره في هذه الحياة. سبحان الله. فكانت يعني كانت البداية بهذا الشكل. يعني بعدها مباشرة، بعدها بشهور قليلة، بدأت تظهر على هذا الطفل مخايل، يعني أنه في شيء مختلف، يعني يحبو على مقعدته، إذا يقف على بجانب حائط حتى لا يقع. كل هذه الأمور بدت يعني أمر علامات. مش طبيعي بيحصل. بالضبط، يعني بدت علامات. بعدها العقبة الثانية بعد يعني بضعة سنوات، عندما دخلت المدرسة قال لا، ده ما يدخلش المدرسة. فقبل ما ادخل المدرسة كان والدي علمني أكتب برجلي. فالمهم يعني حصل مشكلة في موضوع المدرسة. تمام. فذهب الوالد إلى وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية وقال له: إذا كان عندك ولد بهذا الشكل ترضى أنه يعيش بدون تعليم؟ فلم يرد الرجل، فقال له: والله لو أنت ما وافقتش على أنه يتعلم أنا يعني هضربه بالنار، وأنتوا تبقوا مسؤولين، لأني أنا بدون تعليم كأنه مات. كان يعني يعرف انه التعليم بالنسبه له كان عارف قيمه العلم. بالظبط، قيمه العلم وقيمه ان انا اتعلم. يعني صح. ف
دخلت المدرسة، الراجل كتب يقبل مدرسة كفر الشيخ إبراهيم الابتدائية فورا. تمام. بعد مرور سنة دخلت المدرسة، وكان لابد بالبحث عن وسيلة للكتابة، فكتبت ببقي، كتبت ببقي في سنة ثالثة ابتدائي، من ثالثة ابتدائي إلى الآن وأنا أكتب ببقي. طب في حد ساعدك على كده، ولا ده كان يعني إلهام كده من ربنا سبحانه وتعالى؟ هو أنا فاكر كل حاجة قالها لي والدي. لكن حكاية الكتابة دي جت من عند ربنا سبحان الله. وخصوصا أنه قعدت سنتين أحاول لغاية ما اختاروني من ضمن أحسن خطوط في المدرسة. فاكر حضرتك الحاجات اللي كنا بنكتبها اللي هي قوائم الفصل وكذا؟ فكانوا يختاروني ضمن الناس اللي تكتب قوائم الفصل. ليه؟ لحسن الخط. لحسن الخط. فبدأت بقى الأمور يعني تتطور، وبدأت أحس إنه في أمل يعني، وبدأ أحس كل من حولي إن ده هيبقى حاجة هيبقى. وأنا من صغري، وكان الوالد رحمه الله وهو إذا كان لأحد علي يدا فللوالد رحمه الله. الوالد ده هنرجع له بشكل أكبر، إن ده يعني بلمح في كلام حضرتك كتير إن هو طبعا اللي ليه تأثير الأكبر وفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. فعلا. عرفت إن كان في رفض كمان في موضوع الزواج، مش بس في المدرسة يعني. هو موضوع الزواج أنا دي بأتوجه بهذا الكلام إلى كل من له ظروف خاصة، كل معاق يعني. أنا كلمة معاق بقول معاق لتحديد الفئة، وليس المعاق المعاق ومعاق العقل، وليس دي المعاق البدن مؤمنين يعني. بيها طبعا. أنا بس عشان تحديد الفئة. صح. يجب أنك أنت تعلم أنه أنك الرفض أقرب إليك من القبول في موضوع الزواج، فعليك أن تثبت ذاتك. صح. عليك أن تثبت ذاتك في المجتمع، وتثبت ذاتك أمام من تريد أن تتزوجها، وتثبت ذاتك في دراستك، وتثبت ذاتك في عملك، ليقبلك المجتمع. طبعا. لأنه بدون هذا لن يقبلك المجتمع، والمجتمع في هذه لن يرحم. طبعا. فعليك أن يبقى عندك هذا المفهوم يعني. في ناس بتقيسها بالقدرة المادية بس، الزواج وكده وخلافه، إنما للأسف. موضوع أكتر من كده، أكتر من كده خالص. وكان في رفض كمان في الإذاعة، ده برضه عرفته في البداية يعني. أنا شايف إن في مراحل رفض كلها رفض يعني، لكن مع الإصرار. كان في رفض من الإذاعة، وكان أحد الإذاعيين الكبار يعني قال لي أنت جاي تشتغل إيه؟ فقلت له أنا جاي أشتغل مذيع، كنت لسه بقى يعني خريج حقوق جديد. تمام. فأنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، ممكن أشتغل يعني. قال لي المهم يعني، لا، رفض رفضا قاطعا يعني. بعد سنتين من الحرب يعني. تمام. محاولة إثبات الذات، ذهبت إلى الأستاذ حلم البلوك، وكان رئيس لجنة اختبار المذيعين. طبعا. فدخلت عليه، وكان رئيس شبكة صوت العرب. فدخلت عليه وكنت لابس جاكيت زي كده، فقمت قالع الجاكيت ولابسه. بتعمل إيه؟ قلت له ما تسألنيش إلا ما أخلص يعني. ومسكت القلم وكتبت، ومسكت القلم كده وقلت له القلم ده هنعتبره إيه؟ هنعتبره زي مايك. تمام. المايك معاك ومعايا. فالعملية ما فيهاش مشكلة. قال لي انت بتقول كده ليه؟ قلت له عشان انا دخلت امتحان وما امتحنونيش يعني، شافوا شكل هو شاف الشكل بس، ما شافش المضمون والقدره ان انا اقدر ادي ولا ما اديش يعني، ما اختبرتنيش حتى فنيا. بالظبط كده. طبعا. فقال لي ساتيح لك الفرصه كامله. دخلت طلعت الاول على دفعتي، فكتب هو مذيعا للهواء في اذاعه القران الكريم يعني. الى الان بقى لي حوالي دلوقتي 30 سنه في اذاعه القران الكريم بهذا الشعار الذي ساقابل به ربي باذن الله، اللي هو إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ونقدر نسمي دي الفرصة بقى. دي الفرصة. دي الفرصة اللي جت. دي الفرصة الحقيقية. وأنا عايز أقول كلمة فرصة دي جميلة جدا. لأنه طبعاً. يعني لابد أن تقتنص الفرصة، لابد أن تستحوذ على الفرصة. صح. لابد أن تثبت ذاتك بالفرصة. لا، في ناس والله يا أستاذ رضا بيأسوا لمجرد بس إن ضاع منه الحلم في البداية، أو اترفض أو اتعرض لأي ضغوط، فيكتئب ويدخل في مود كده غريب ويبعد عن الدنيا لا كلها. هؤلاء نقول لهم إن الحياة يجب أن تعاش بهذا الإصرار وهذا العزم وهذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون عندك إيمان بالله سبحانه وتعالى. بالله. نعم. نيجي بقى للجزء اللي أنا عايز أسمع فيه كتير من حضرتك، اللي أنا عندي شغف أن أنا أسمعه كتير. حضرتك كنت شديد الارتباط بالوالد رحمة جداً الله عليه. جداً فيعني احكي لنا بقى عن الوالد كده باستفاضة. هو الوالد كما كتبت في كتابي نقوش على الحجر، كتبت الإهداء إلى والدي
إلى أمي وأبي لولاهما ما كنت وما كانت لي حياة. هذه حقيقة يعني. وهو كان الطبيب النفسي بالنسبة لي، الصديق بالنسبة لي، وهذا من صغري يعني، لدرجة أنه كان يقول لي إيه، يقول لي ما فيش حاجة عندك ما لهاش حل، لازم تجد لها حل. الكتابة وجدت لها حل عن طريقه، الحياة وجدت لها حل عن طريقه، المشاكل كلها كنا نتكلم فيها أنا وهو. لدرجة لما الأستاذ فهم عمر رفض إن أنا أدخل إذاعة أو إن أنا أتعين مذيع، كان يقول لي إيه، تديني فرصة أروح أكلمه وأنا أقول له أنت مين يعني، يعني لهذه الدرجة من درجة القرب يعني. فهو الوالد رحمه الله في كل مرحلة من مراحل حياتي وفي كل عقبة من العقبات التي كانت لي في حياتي حتى وفاته كان له دور كبير جدا جدا. يعني نقدر نقول كان بمثابة الملهم بالنسبة لك والأيقونة اللي كنت بتتحرك من خلالها في كل شيء. هو صديق، هو المعين، هو المحفز، هو هذا الرجل العظيم رحمه الله رحمة واسعة، لدرجة ان انا قلت في كتابي ان انا اذا قدر الله لي الممات فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون أول من أقابله بعد موت أبي رحمه الله. ربنا يجمعكم كده إن شاء الله في الفردوس الأعلى، وده بعد عمر طويل إن شاء الله. ربنا يديك طول العمر. حضرتك تابعت الفيديوهات اللي كانت منتشرة كده من فترة اللي فيها بعض الحاجات الساخرة من إذاعة القرآن الكريم، ويعني طبعا أثرت طبعا سلبا طبعًا. والحمد لله برضو قبلت برفض شديد في في المجتمع، ودي كانت حاجة مفرحة لناس كتير والله. رأي حضرتك إيه في حاجة زي كده؟ والله هي الأخ اللي عمل كده بين إلى أي حد الناس مرتبطة بإذاعة القرآن الكريم. سبحان الله، هذه مظاهرة الحب التي حدثت يعني. وأنا يعني شفت الفيديو، أنا مش شايف حاجة يترد عليها، أنا شايف واحد بيسخر بطريقة غير مهذبة من إذاعة القرآن الكريم. لكن أنا كنت ضد أنه يعني يقبض عليه أو حاجة زي كده. صح. يكفي ما لاقاه من الناس. صح. ويكفي هذه المظاهرة للحب لإذاعة القرآن الكريم طبعا. التي يرتبط بها كل بيت مصري. والله زي ما بيقولوا كده الخير بيكمن في كل شر. بالظبط يعني كده. وأنا بس يعني كل اللي ضايق الواحد أكتر مش منه هو برضه، لان الناس اللي كانت حواليه برضه يعني كان في برضه يعني شبه اجماع في مادة للسخريه. انا مش شايف ان في مادة للسخريه يا جماعه. صحيح. دي حاجه احنا اتربينا عليها، حاجه بتقدم محتوى محترم، فما ينفعش احنا حتى لو صحيح. بسبيل الدعابه نهاجم حاجه زي كده. صحيح. العكس دي اللي احنا نقويها اكتر. بالظبط كده. فيعني الحمد لله ان هي جت كده، ويعني دي اتاحت الفرصه لناس كتير تتعرف على وجوه اذاعيه. صحيح. كانت الناس بس بتسمع صوتها مرتبطه بيها عن طريق الصوت. فعلا فعلا. الرساله اللي تحب حضرتك توجهها للشباب، الرسالة اللي أوجهها للشباب إنه عليك أن تعمل، وعليك أن فرصة الشباب هذه فرصة ذهبية بالنسبة لحياتك، فيجب أن تستثمر هذه الفترة من حياتك لتثبت ذاتك، لأنه لو مرت فترة الشباب دون أن تثبت بها ذاتك ودون أن تنجح نجاحا باهرا ليس هناك فرصة أخرى. فهذه فرصة لابد أن تستثمرها، لابد أن تعمل فيها، لابد أن تنتج، لابد أن يعني يكون لك شأن في مرحلة الشباب، لأن هذا هو الأساس الذي تبني عليه بقية حياتك. والفرصة يعني فرصة. لما بتجي لك الفرصة لازم تستغلها. استغلها بالظبط. وزي ما بيقولوا كده أستاذ رضا، مش عارف هتوافقني ولا لا، إن الفرصة ما بتجيش لحد لما يكون يستاهلها. فعلا. يعني مش هتجي لك وأنت قاعد أكيد. هو فعلا، ويعني والفرصة هي التي يخلقها الفرد طبعا. يعني يخلقها الشخص. يعني إيه؟ يعني لو لم يعمل لن تأتي الفرصة أبدا يعني. طب نيجي الفرصة كبيرة في حياة حضرتك نرجع لها تاني، فرصة الكتابة. يعني والكتابة من حوالي سنتين كده أو ثلاث سنين جاءت دار نشر من دور النشر المحترمة جدا وقالت عايزين نعمل حاجة عن حياتك يعني. ودكتور عمرو شريف هذا المفكر الكبير، دكتور المفكر يعني طبعا. عرضوا علي هذا الموضوع فكتبت سيرة ذاتية بعنوان نقوش على الحجر في 480 صفحة. كان بداية والسيرة الذاتية هو لون من ألوان الأدب، فكان الكتاب له وقع وانتشار.
بعده كتاب علماء ومواقف بين ثوابت الدين وعصر، وهو مجموعة علماء أنا سجلت معهم في سيرة ومسيرة، وأتيت بالحوار الذي كان بيني وبينهم ثم علقت عليه. تمام. الكتاب الثالث تحت الطبع حوارات في الدين والفلسفة والعلم، وبرضو مجموعة حوارات مع المفكرين الكبار من مفكرين برضو في سيرة ومسيرة، ومجموعة قصصية إن شاء الله في خلال عدة أشهر إن شاء الله تخرج للنور، مجموعة قصصية أدب بقى يعني. جميل. إن شاء الله بإذن الله. لا ده احنا لازم إن شاء الله نقتنصها الحاجات دي ونستغلها فرصة إن شاء الله. يشرفني يشرفني. طيب الكتابة اللي حضرتك بتكتبها الطريقة بتبقى إزاي والكيفية؟ أنا حاليا بكتب الكمبيوتر يعني بكتب على الكمبيوتر كل حاجة. على الكمبيوتر كمان؟ يعني كل حاجة دلوقتي يعني الكتب كلها أنا بكتبها على الكمبيوتر. طبعا بكتب ببقي عادي يعني بكتب كل حياتي كلها. أنا شفت بعض الفيديوهات بصراحة كانت حاجة يعني جميلة جدا. يعني هي بهذا الشكل، لكن دلوقتي كل شغلي الكتابة يعني بكتبه على الكمبيوتر. هذا الصديق الذي لا أفارقه أبدا سواء بالنسبة للقراءة أو بالنسبة للكتابة الكمبيوتر. كان في قصة كده في ميدان التحرير سمعت عنها خاصة بالكتابة. يعني حاجات كتيرة قوي في موضوع الكتابة يعني، بس اللي انا عايز اقول عليه بالنسبة لموضوع الكتابة بالذات، هذه داخل كل انسان فينا، بس يخرجها ازاي وكيفية الاخراج هذه الكتابة بصورة ادبية راقية، ده هذا هو الموضوع. والوالد كان قال لصاحب المدرسة تقريبا انا هضربك بالنار لو امشي. هو قال كده، قال له لو انت ما وافقتش انا هضربه بالنار، لانه لو لم يتعلم كأنه مات، وكان يدرك معنى التعليم بالنسبة لي. مش قادر اخرج بره الاطار بتاع الوالد، لان انا حاسس ان هو ده الملهم وهو ده المغير في كل شيء في حياة الاستاذ رضا عبد السلام. وكل عقبة من العقبات اللي موجودة، يعني على سبيل المثال كان موضوع الزواج، كان خايف قوي انه ده يأثر علي. انا اللي رحت قلت له لا ما تخافش خلاص، انا حصل لي حالة من حالات النضج فيما يتعلق بأي موقف من المواقف التي قد تبدو مؤثرة على شخص عادي. لا أبدا، كل الأمور ما فيهاش مشكلة إطلاقا، حتى لما يجي حد دلوقتي يجهل عليا في أي شيء من الأشياء أنا صدري واسع جدا. أكيد جدا طبعا. صدري واسع من ناحية، ومن ناحية تانية أخذ حقي حتى ولو من فم الأسد. يعني ليه؟ لأنه ما دام لي الحق يبقى لابد ان اطالب بيه، ولابد ان ايه الاصرار عليه. الاصرار على ان انا ليا حق في المجتمع. بالظبط. يعني انا ما كانش ليا ذنب في حاجه زي كده. بالظبط. بالعكس ده انا مميز. واسمح لي ان انا اقول لكل كل الاخوه المعاقين، وانا بأؤكد ان كلمه المعاقين هو تحديد الفئه وليس المعاقين، لان المعاق معاق عقل. انا اريد ان اقول لهم عليك ان تنتهز الفرصه، عليك ان تنجح، عليك ان تتعب. وانا بقول لكل واحد فيهم في بداية الطريق، الطريق صعب لكن الاحساس بالنجاح عظيم جدا جدا جدا، والاحساس بانك انسان يجب ان تعيش كما يعيش اي انسان شعور جميل جدا طبعاً. جدا تحدي. واسمح لي برضو ان انا ده اديته لاولادي. يعني انا عندي عبد الرحمن دكتور ما شاء وأفنان الله. في سنة رابعة كلية إعلام، أخذوا مني ده، يعني أخذوا مني لدرجة أن هم دايما يقولوا كده يعني أخذنا من بابا حاجة زي كده. ليه؟ لأنه هذه هي الحياة، والحياة زي ما قال القرآن كد وتعب يعني، فلا بد في هذا الكد والتعب أن تثبت أنك صاحب الفرصة. هي الجينات إن شاء الله يتوارثوها الجد ثم الأب ثم يعني إن شاء الله يتوارثوا حاجة زي كده بإذن الله إن شاء الله. بس برضو أكيد في صعوبات بتواجه الفئة اللي حضرتك بتقول يعني طبعًا. معاقين احنا طبعًا. مش معاقين، هم أصحاب همم وهم ذوي احتياجات وهم كل حاجة. فكرة التنمر برضو، لأن الشباب دي موجودة بصورة كبيرة. وأنا دايما يعني في مقالات اللي بكتبها دايما في هذا الموضوع بقول ايه، انه يجب في موضوع التنمر لابد ان يكون هناك ردع لهذا التنمر. ليه؟ لانك كدولة وكمجتمع لابد ان ياخذ حق هؤلاء، بحيث انه التنمر لابد ان يكون له عقاب شديد، وخصوصا فيما يتعلق بالايه بالاخوة المعاقين. لكن على الاخوة اللي هم المعاقين انه يعلموا انه يفرق ما بين المشاعر وما بين التنمر. يعني واحد جاي يعني يطبطب عليك انت قابله ببسمة،
ليه؟ لان ده بتحصل كتير قوي ويحس ان هو يعني لا طبعا. مفيش مشكله، لكن عندما يزيد هذا التعاطف الى درجه من درجات بقى يعني المسكنه، لا انت لا تسمح بهذا، لا في درجه من درجات التعاطف انت تقبلها، عندما يزيد هذا التعاطف لا صح. يبقى عشان يعني نبقى في المنطقه الوسط ولا هي مثلا افراط ولا تفريط. بالظبط كده بالظبط. تمام. وبرضه احنا شايفين ان الدوله الحمد لله بتولي اهتمام بالقصه طبعا يعني انا يعني للحق يعني حتى نعطي كل ذي حق حقه، يعني انا قانون 10 ل 2018 وانا دارس قوانينهم كويسه قوي قوي يعني طبعًا. غير قانون 39 سنه 75، قانون 10 ل 2018 طفره كبيره في مجال حقوق المعاقين. دي حقيقه. دي حقيقه يعني. لكن نريد المزيد ونريد تدخل الدوله فيما يتعلق بحقوق المعاقين داخل المجتمع. قانون 10 ل 2018 هذا قانون في طفره لحقوق المعاقين وانا اشهد بذلك يعني. طبعا. هاجي بقى الحاجة أنا شخصيا على المستوى الشخصي بعزها جدا، برنامج سيرة ومسيرة. نعم. احنا تربينا طبعا على الأصوات الإذاعية الجميلة اللي هي فعلا خلقت جوانا حاجة بتخليك تعيش مع الأجواء وترتبط بصوت المذيع أكتر من الشكل بكتير. نعم. نتكلم عن البرنامج. هو أنا ليا مجموعة برامج في إذاعة القرآن الكريم منذ أن عملت بها. كان برنامج من البرامج مشهورة جدا جدا، مساجد لها تاريخ، هذا الذي بدأت به في إذاعة القرآن الكريم. كنا نتناول المساجد على في العالم كله، وبعد ذلك جاء برنامج اسمه قطوف من السيرة، ظل حوالي 15 عاما نتناول فيه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك برنامج مع الصحابة، تناول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مختلف يعني بعمق كل صحابي، ثم كان هذا البرنامج وإضافة لبرامج أخرى كثيرة يعني، لكن هذا البرنامج الذي يعني يعتبر من أهم برامج إذاعة القرآن الكريم إن لم يكن أهمها مطلقا، هو كتاب برنامج سيرة ومسيرة، والذي كان منه الكتابين، كتاب علماء ومواقف تمام. والكتاب حوارات الدين والفلسفة والعلم. هو بنستضيف فيه المفكرين على جميع المستويات، سواء من الدين أو من العلم أو من الفلسفة أو من الفكر، وهذا البرنامج له شهرة واسعة جدا جدا، ويعتبر من البرامج الوثائقية يعني لا توثق للعلماء والمفكرين في ربوع مصر على اختلاف تخصصاتهم. نرجع لفترة الصغر، الإخوة برضو أثروا في حياة أستاذ رضا عبد السلام. طبعا. اتعلمت منهم حاجات كتير طبعا، كنا بندردش فيها قبل الحلقة. فعلا يعني أنا في كل مرحلة مرة، وأنا على فكرة كائن اجتماعي جدا جدا يعني، يعني قد يبدو لبعض الإخوة ان هو يعني ينطوي، لا أنا كنت اجتماعي جدا في كل مراحل حياتي سواء في ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي. وأنا أذكر في إعدادي عندما خرجت من القرية، فالناس عارفيني في القرية، فلما رحت إعدادي في ثانوي في مدينة أويسنا لقيت الناس بتتجه الي في حاجة غريبة، فرحت لوالدي هذا الصديق يعني، قلت له في إيه؟ فقال لي انت شيء مختلف، انت شيء مختلف. فخلي اختلافك ده هو سبب نظرتهم ليك، اختلافك في انك انت متفوق، في انك انت تعمل حاجه كبيره يعني. فكان الحاجه الثانيه انه شبكه الاصدقاء دائما موجوده يعني في ابتدائي وفي اعدادي وثانوي وفي الجامعه وفي الشغل كمان. يعني في ده كده وضعت منهج وصناعه للتفوق بالظبط، اللي هو كده. برغم ان انا لو في ظروف او في حاجه دي مش هتمنعني، بالعكس ده اللي هيأهلني ويخليني بالظبط انا اكون متفوق، ومش هيفصلني عن المجتمع يعني، بالعكس ده هيخليني اجتماعي اكتر بالزبط. هيخليني اندمج في المجتمع بالظبط، وهو القبول من عند ربنا سبحانه وتعالى بالظبط. وانا عايز اقول لحضرتك انه في يعني في كل مرحله مجموعه اصدقاء يعني ليه يعني كم كبير جدا جدا. ليه؟ لانه انا عندي سمه من سمات القبول كده عند الناس طبعا. وده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. لا في بشاشه في الوجه طبعا، ودي طبعا احنا لاحظناها في القعده بصراحه، بعيد عن البرنامج وبعيد عن اي حاجه. ربنا يخليك مصطفى. ربنا يكرمك. طيب نرجع تاني بقى لحتة الإخوة اللي هم يعني أثروا في حضرتك إزاي كتأثير، اتعلمت منهم إيه أو كنت بتشاركهم إزاي في الصغر؟ بالنسبة لإخواتي يعني أنا طبعا إحنا نشأنا
على هذا الرجل الذي جعلنا كبوتقة واحدة فيه. فكنا نحب بعض جدا رحمة جدا، الله. وكان هما اخواتي سواء الاكبر مني والاصغر مني يبقوا دايما عينهم عليا، يعني رغم ان انا ما كنتش ايه، ما كنتش يعني كنت شقي جدا جدا يعني، ومع ذلك كان برضو يبقوا محوطيني كده يعني. وده الى الان يعني، الى الان حتى كمان لما يحصل حاجه او يبقى في مثلا تكريم في حته معينه او حاجه زي كده تلاقي في فرح في البيت يعني. وده راجع لايه؟ لهذه البذره التي صنعها هذا الرجل العظيم. نرجع تاني للوالد رحمه الله، رحمه الله عليه، وندعو له بالرحمه. وانا بشكر حضرتك جدا، ربنا يخليك. انا اتشرفت بوجود حضرتك معايا النهارده، ربنا وان شاء الله على وعد بلقاء جديد، إن شاء وتكون الله. بدايه خير لنا كلنا، ونخلق فرص جديده لكل الناس ان شاء الله. ان شاء الله، وده شرف لي ان اكون اولى حلقات البرنامج مع حضرتك. شرفين طبعا. واتمنى لهذا البرنامج ان يكون يعني له قدم كبيره جدا عند الناس ان شاء الله. ان شاء الله. وبشكركم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله نشوفكم في فرصه جديده ان شاء الله نقدر نخلقها لينا ولكل الناس. اشوفكم على خير.